نزلت السوق وبعدين قلت له انا عايز اجيب مصحف. المصحف ليه ورق والورق ليه تمن، وانا عايز اعمل ايه؟ اخده. يعني ايه اخده؟ اشتريه يعني. فبنزل للمكتبة اللي في الازهر او في اي حتة واقول له لو سمحت يا عم انا عايز مصحف، وميقول لي طب اتفضل. فالراجل وهو بيدهوني يعني مستكتر ان يقول لي ده بعشرة جنيه، لانه معناه كده انه هو باعه بثمن بخس يعني عشرة جنيه. فمن اللطافة بتاعته قال لي وهبته عشرة جنيه. وهبته عشرة جنيه يعني ايه؟ يعني انت هتوهبهولي ببلاش وانا هوهب لك العشرة جنيه ببلاش، مش في مقابل. يعني العقد ده ايه؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ شيخ واخد بالك؟ يعني الراجل قال لي وهبته وهو بيسلمه لي كده عشرة جنيه، قلت له طيب ورحت عطيله العشرة جنيه، او عشرين جنيه عطيت له عشرين جنيه فرد ليا العشرة. العمعية دي ايه؟ هبة ولا بيع؟ تصح ولا ما تصحش؟ لان احنا كده خرجنا عن نطاق البيع، ده احنا بنقول وهبته. صحيح. فقال العبرة بالمعاني. انت عايز ايه؟ عايز احصل على المصحف. وانت عايز ايه؟ عايز ادي المصحف. نعم. ها؟ احصل وادي. خلاص يبقى ده حقيقته بيع. فانا لما روحت البيت لقيت الجلدة مفكوكة من ايه؟ من المصحف، يبقى فيه عيب اهو. ام رحت راجع وقلت له خد يا عم غير لي ده لحسن دي الجلدة مفكوكة. هل يجوز ارجاع المبيع؟ اه طبعا. لعيب فيه؟ طبعا. متى؟ عندما تلاحظ العيب اول ما شفته. طب انا شفت العيب ده بعد 3 ايام اروح له فورا، بس كان يوم جمعة قافل، اروح له السبت فورية بقى هنا كده كده، وتيجي احكام البيع والشراء زي بالظبط ما اكون بشتري منك اي حاجة. لكن ده تم تحت عنوان ايه؟ الهبة. يبقى اذن العبرة بالمعاني. فقلت طب كويس. جيت اجوز بنتي فقلت للعريس اعطيتك ابناتي، مش زوجتك ابناتي. نعم. طب اعطيتك ابناتي يعني ايه؟ يعني جوزتك بنتي. يعني ما هي انتوا هتقعدوا عند كده. العبره بالمعنى. فالعبره بالمعنى. قال ده لازم يقول له زوجتك. طب انا قلت اعطيتك. قال العقد باطل. ولذلك تلاقيهم حريصين في العقود انهم يجيبوا المأذون، يجيبوا واحد عالم، يجيبوا الشيخ، علشان الالفاظ دي مهم. نعم. طب بالله عليك ايه الفرق بين اعطيتك ابنتي وزوجتك؟ الخطورة العقد. لما رحت اشتريت مصحف عملية سهلة يعني الحمد لله، اشتريت سيارة، اشتريت بيت، اشتريت كذا، عملية سهلة البيع والشراء. لكن دي ايه؟ لا مش سهلة. ازاي مش سهلة؟ هيترتب عليها نسب، وهيترتب عليها حل الاستمتاع بين الطرفين، وهيترتب عليها ميراث، وهيترتب عليها حرمانية، فامها تبقى حرام عليا وبنتها تبقى حرام عليا وابويا يبقى حرام عليها. الله 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 الله. ده جاي منين؟ ده من عقد خطير اسمه ايه؟ عقد الزواج. ولذلك لما اجي استعمل لفظ تاني غير زوجتك ما ينفعش. لما لقوا الحاجات دي راحوا عاملين الصياغة اللطيفة دي، هل العبرة بالألفاظ والمباني أو بالمقاصد والمعاني؟ الترجيح يختلف في الفروع، هنا غير هنا. كان ينبغي ان احنا نمشي على مية واحدة. لا ده في معنى تاني الشرع قيدني بيه، ان الا لازم اقول لك زوجتك وليس اعطيتك. وليس اعطيتك. لا. منحتك. بنتي ليك. هنا الاخذ بالمباني وليس بالمعاني. سبحان. لا. الله. لا. الناس اللي حضر الفرح سمعت بيقول له ايه زوجتك، والتاني بيقول له ايه قبلت. هيجوا قدام يختلفوا قدام القاضي، فالقاضي على طول يقول له تعال الراجل ده قال زوجتك، يقول له ايوه اشهد منه قال زوجتك.
مش قال أعطيتك هي لك وهبتك ابنتي، ما ينفعش، واخد بالك؟ طيب راحوا عاملين قواعد زي كده عددها كتير 50 قاعدة، وراحوا لموهم في 5 قواعد علشان تبقى مفتاح معاك تقدر تفهم اي حاجة. 5 محررة قواعد مذهبي للشافعي بها تكون بصيرة ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا وخلوص نية إن أردت أجورا. يبقى 5 دول اللي هي ايه؟ الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، الشك لا يرفع اليقين، النية لا، ما هو الأمور بمقاصدها، ضرر يزال، الضرر يزال، وعادة والعادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، أدي 5. وإذن وشوف بقى النظم اللي هم محفظونه واحنا صغيرين عمل ايه؟ عمل فايدة. جينا نعدهم مرة تانية نسينا على طول، قالوا الضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا وخلوص نية إن أردت أجورا. ومنجيب 5 على طول واحنا قاعدين، 50 زيهم، وال50 ولدوا 200، وال200 قاعدة ولدت حاجة بتاع يمكن 1000 و1500. القواعد دي نشأت شيئا فشيئا، اتضبطت 1,200,000 فرع. شوف الناس اللي قاعدة تتريق على الفقه الإسلامي، وهو لا درس ولا عمل أي حاجة، ده هو مش عارف حاجة خالص، ده ما معوش النظارة الناظرة، مش كل واحد قرالي 200 ولا قرالي 2 هينفع أبدا.